بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور سعيد الملاح، أستاذ جراحة الأوعية الدموية في كلية الطب المنوفية، ورئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية الدموية. في الحقيقة أنا النهاردة أحب أتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم كل أفراد، يعني كل أسرة فيها أكيد مريض بالسكر. ومريض السكر من أهم المضاعفات اللي بيعاني منها هي التهاب القدم السكري أو ما يعرف بالقدم السكري. لو فكرنا في أنه الوقاية خير من العلاج، يبقى لازم المريض بتاع السكر يعرف إزاي يعمل عناية بقدمه. وللأسف الشديد أن احنا وعينا واهتمامنا بالقدم بالذات أقل بكتير من الدرجة المطلوبة. يهمني جدا أن أنا أركز على أهمية الجلد بتاع القدم والعناية بيه، بمعنى أن لازم المريض يغسل رجله بمية دافية وصابون، أي نوع من الصابون، بس لازم تبقى مية جارية، لأن عندنا اعتقاد أنه هو بينقع رجله. لا، ينقع رجله ده حاجة مش كويسة، إنما الأفضل أن هي تبقى مية جارية، يعني بالدش مع صابون يقدر يغسل رجله، ومفيش مانع استعمال إسفنجة أو ليفة أو حاجة بحيث أنه هو يدلك الجلد وينظف ويشيل القشر ويشيل الحاجات المتراكمة على الجلد مع الصابون، وبعد كده ويغسل بين الصوابع كويس. والأهم من ده كله أنه لازم ينشف رجله، لأن في ناس كتير قوي يحبوا يتوضى أو يغسل رجله وما ينشفهاش، ودي خطيرة جدا على الرجل. فيبقى عندنا كمان تنشيف الرجل، يعني مش عايز أقول أهم من الغسيل، مهم جدا أن الرجل تبقى تتنشف، وبعد ما تتنشف تدهن بأي كريم مرطب أو على الأقل بالفازلين. الفازلين الطب العادي، ودي حاجة رخيصة قوي مش غير مكلفة. الشيء الثاني أن مريض السكر لازم يلبس شراب قطن. مهم جدا أن مريض السكر يلبس شراب قطن علشان يحميه، ولو كان لونه فاتح يبقى أفضل من الغامق، علشان الشراب الفاتح هيبان فيه أي حاجة لو طرق أو ما بقاش نظيف أو حصل أي نوع من الجرح أو أي إفرازات تخرج من الرجل هتبان على الشراب الفاتح. بعد كده في شوية حاجات صغيرة بقى يهمنا، عادات من الحاجات المهمة. يعني مريض السكر ما يستحسن ما يحطش رجل على رجل، لأنه لما بيحط رجل على رجل بيقفل الأوعية الدموية بتاعة القدم. الشيء الثاني الحركة والتمرينات البسيطة، ما يقعدش كتير قوي زيادة عن اللزوم، ما يحطش رجله في وضع ثابت لمدة كبيرة علشان ما يحصلش ضغط على الجلد وتعمل تقرحات. الشيء المهم قوي بقى انه مريض السكر ما بيحسش برجله، معنى انه ما بيحسش برجله يبقى لازم يا اما حد يحس له برجله يا اما هو يشوف رجله. فمهم قوي ان احنا نفحص القدم على الاقل كل يوم، لازم افحص قدمي، وابعد عن الاصابات او الخبطات او الضغط عليها، او البس حذاء يكون ضيق عليا او حذاء واسع، الاثنين يضروا. فمهم جدا ان الحذاء اللي انا البسه يكون على قد مقاسي. عدم الاحساس بالرجل ده بيستدعي برضو ان احنا نستشير طبيب، علشان في بعض الادوية اللي بترفع الاحساس بالرجل وتحسن التهاب الاعصاب الطرفية المصاحب لمرض السكر. كمان نصيحة مهمة قوي عند شراء الحذاء، مهم ان مريض السكر يشتري الحذاء اخر النهار في اليوم، مش يقيسه الصبح، علشان تكون الرجل في اكبر مقاس من الورم اللي بيحصل فيه، في شوية ورم صغيرين. ولازم الحذاء يبقى مريح عند شرائه، وليس ان هو بعد ما يمشي فيه او البياع يقول له هو هيوسع بالمشي، لا ما يشتريهوش، ما يلبسوش. وانا شايف انه لو مريض السكر انفق على ثمن الحذاء شويه هيوفر كتير في الادويه اللي محتاجها لبعد كده. فحص الرجل من
أسفل القدم مهم جدا، لأن ده مكان ما هوش سهل إن أنا أشوفه، فإما أستخدم مراية أو حد يشوفها لي. الجفاف بين الصوابع وعلاج الالتهابات اللي بتبقى بين الصوابع مهم جدا علشان ما أسيبش مكان للفطريات والميكروبات تدخل منها. مهم كمان إنه لازم مريض السكر يظبط السكر بتاعه كويس، لأن في ظبطة السكر أنت على الأقل في 50% أمان من ناحية الالتهاب ده لو السكر مظبوط. يعني لو مريض السكر عمل كده إن شاء الله ما يجيلوش التهاب أدم سكري، وأتمنى الصحة والسعادة لكل مرضانا بالأدم السكري. شكراً.